يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم المهاجرون والأنصار، فهل هناك نوع ثالث من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي، سواء من المهاجرين أو من الأنصار أو من غيرهم. الضابط هو هذا، هذا تعريف الصحابي عند العلماء، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك.